بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الـ RNA، باش نتكلم على الـ RNA، قبل هاي بنشرح الكودون. معلش، شنو هو الكودون؟ كلام بسيط، كلام بسيط. خذ معي ان كل 3 قواعد نيتروجينية مع بعضها تسمى كودون. كيفاش؟ خلينا نشرح لك. فهي افترضنا ان هذا مسنجر RNA. انا عارف اني ما شرحت لكش مسنجر RNA، فهي لكن خذ معي كل 3 سنون، مثلا سي سي اي جي جي يو يو، علاش؟ انني في ار ان اي، اي يو جي، ايا يكن، كل 3 سنينات ما تسمى كودون. اذا الكودون موجود على مين؟ على المسنجر ار ان اي. خلي نكتبه لك هنا، يا بهي هذا مسنجر ار ان اي. وين موجود؟ موجود هنا يا. هذا الكودون، هذا اسمه كودون، هذا كودون. شوف نديرهم لك هيك، هما 3 هيك 26 يتسموا كودون. هذا شنو يتسمى كودون؟ اتمنى ان تو تكون الفكره معاي واضحه. به، في حاجه اسمها انتي كودون، المضاد لي. المضاد لي هذا يجي على الترانسفير ار ان اي. كيف شكله الترانسفير ار ان اي؟ هيك هيك هيك، زي ورقة البرسيم. لو ما تعرفش ورقة البرسيم، جو مليح، جو مليح، مش مشكلة. فهي السي سي اي بالتركيب بتاع واتسون اند كارك، شو المفروض تقابلها؟ السي بتقابلها جي، والسي هنا هي جي، والاي شو بقابلها؟ يو. جي جي يو زي توا. هنا شو بقابلها؟ سي سي اي، هنا هي يو اي سي زي توك. اما يبدو شنو يبدا هيك، هذا مشيني انا ارسم لك في ترانسفير ار ان اي زي تو، لكن يكون عندهم انتي لوب. اللوبه هي الحلقه، هي تكون في وسطها الانتي كودون مع الترانسفير مع المسنجر ار ان اي. معناته معلش، ترانسفير ار ان اي شنو يحمل؟ يحمل الانتي كودون. هاي خربش، ما فهمتش، تعال بشوي بشوي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلينا نتعرفوا عليكم من جديد. فيديو عم نتكلم فيه على الار ان اي. شنو هو الار ان اي؟ هو خيط بدل من زوز خيوط. هذا اول فرق على الدي ان اي، وانت لازم تاخذ الار ان اي في صوره مقارنه باش تفهمها احسن. يتميز بان السكر ريبونيوكليك اسيد وليس دي اوكسي ريبونيوكليك. معناها شنو؟ انت تتكلم عليه سكر فسطه او اتش في الذره 2 برايم. صح صح، بهي في البنتوز اللي هو اصلا ريبوز. حلو، شو الفروق ثانيه؟ لا يوجد قاعدة نيتروجينية تي، إنما استبدلت باليوراسيل. حلو حلو، كويس كويس. بح، سمي لي يا حبيبي أنواع المسنجر، أنواع الار ان اي. الار ان اي خذهم هيك زي توا. رقم 1 الام ار ان اي مسنجر. المسنجر هو هذا اللي يتم استنساخه عملية الترانسكريبشن، وتنتقل شني؟ وتنتقل من السيتوبلازم باش يتم ترجمة الشفرة من الدي ان اي. الدي ان اي ما يطلعش من النواة، يبعث الرسول نتاعه من هو المسنجر ار ان اي. المسنجر ار ان اي جاي هيك، ريبوسوم، السلام عليكم ريبوسوم، عندي رساله من الار ان اي بالله عليك اصنع لي بروتين. تو الريبوسوم مصنع بروتين. حلو، النوع الثاني طبعا ما نو سموكينج بليز، جمله جمله. فهي النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو ميني، اللي هو الترانسفير ار ان اي، مركب صغيرون جدا، اصغر اصغر واحد، ولكن شنو يحمل هو؟ معلش، هذا مش يحمل كودون، هذا يحمل الانتي كودون، ولكن يحمل حتى الامينو اسيدز. شو معناها؟ مثلا الشفره هذه سي سي اي تعني حمض اميني اسمه جلايسين، يترجم لجلايسين. اي يو جي هذه تعني ميثيونين، خذ عليها هذه شفره البدايه اي يو جي، هذا شنو؟ ميثيونين، وهكذا. فانت شنو؟ كل كودون يعني حمض اميني. فمن اللي يسكر عليه، ومن اللي يجيبه، ومن يترجم ان هذا ميثيونين؟ ترانسفير ار ان اي، لانه بيحمل هنا الحمض الاميني، وهنا يحمل حمض اميني، وهنا يحمل حمض اميني. فليش بنبدا مش البروتين هو متكون من احماض امينيه؟ لو ما تعرفش اعرف معاي. البروتين زي الدي ان اي، الدي ان اي مش من شنو بنيناه؟ نيوكليوتايد. بقى البروتين مما نبنيه؟ احماض امينيه. الاحماض الامينيه هي مجيوبه على شنو؟ على الترانسفير ار ان اي. معناها الشفره على المسنجر ار ان اي، الكودون هو نجيب عليه انتي كودون ترانسفير ار ان اي، يحمل سبيسيفيك انتي امينو اسيد، لان كل كودون يعني امينو اسيد. علم معقد، علم يحتحت.
ثالث حاجه الزوز هما من بيضمهم الريبوسومال ار ان اي. انت في مرحله الاعداد تب الثلاثه هما بس، بعدين في البشر حتاخذ سمول نيوكليار ار ان اي، الكاجال ار ان اي، مش عارف سلايسنج ار ان اي، هلبا ار ان ايات بيوصلوا قريب سبعه، بعضهم حتى ما يعرفوش وظيفتهم. ولكن تو الاهم الثلاثه ما اللي انت هما الريبوسومال ار ان اي. الريبوسومال ار ان اي شنو هو؟ عباره عن ار ان اي ما تخلط مع بروتينات باش يصنع الريبوسوم، وفيه عمليه الترجمه هي تصير، يعني هي كلها لقطه يوم بتصير كلها داخل الريبوسوم هيك زي تو يخش المسنجر ار ان اي، وحنوريك شنو اسمه بعدين. يبدا شنو يبدا المسنجر ار ان اي شنو يخش ويبدا ينادي الريبوسوم على كل ار ان اي ترانسفير ار ان اي باش يبدا الشفره تركب بالضبط، وياخذ الاحماض الامينيه والسبحه ويركبها يركبها يركبها وتتم عمليه ترانزليشن. انا كملت لك ترانزليشن، تخيل فيديو هو بنشرحه بالعاده الكلام هو في فيديو ثاني. ولكن انا تو معش نتفكر في حاجه مهمه المفروض تنقال. الانتي كودون عند مني عند الترانسفير ار ان اي. الانتي كودون ولا الكودون مما قداش من قاعده نيتروجينيه يتكون من تريبلت ثلاثي بح التواصل نتاع مثلا ترانسفير ار ان اي. ترانسفير ار ان اي ما هو الا خيط واحد ولف على روحه، يبدا من 3 برايم وينتهي ب 5 برايم. اصلا حتى المسنجر ار ان اي يبدا من 3 برايم الى 5 برايم، كان شني دي ان اي، غير لكن شني قلنا شريط واحد. يا جماعة بالله عليكم الفيديو هو تم، أسأل الله أني يعني يكون وفقت. ولكن لو حاس روحك مازال ما فهمتش برضو مازال الفيديوهات الجاية حتزيد شيء تريحك أكثر. عارف أن المعلومات ضغط عليك هيك وتحس هلبة وني بنضيع وشين دخلني في الطب وشين خلاني أصلا نسمع لواحد كل شوية شعر يبصر كيف. لا حتى تفهم بإذن الله حتى تفهم. وقاعد نقول مش عارف قلتها ولا لا، فأنا موتي لك بعد الامتحان، بعد الفيديوهات هي امتحان ينقب راسك بهي، مش تعرف ان ربي واحد، وتعرف ان التوار كان مفروض يسلم سلاح من الاول، وهالكلام حتعرفه مني بعد ما تخش الامتحان هو. لكن الامتحان هو حيكون نعيم وراحة ومتعة للناس انسان القاري، اما اللي مش قاري لا يلومن الا نفسه. انتهى الفيديو على خير، اسأل الله اني اكون وفقت، القاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.